معي من دبي المتخصص بأمن المعلومات المهندس ياسر علي. مساء الخير، أهلا بك معنا سيد ياسر. إذا فضيحة، في نقطتين ممكن نركز عليها اليوم معك سيد ياسر لو سمحت. موضوع الشفافية، الاعتراف بالخطأ والشفافية إذا ما أطلقنا عليها، هل تشفع يعني بزنس وايز ثقة، من ناحية ثقة بالمستثمرين بهذا بالفيسبوك، هل تشفع؟ وكيف يمكن أن تتخطى هذه الخسارة فيسبوك؟ مساء الخير. هو بالنسبة لاعتراف مارك زوكربيرج الأخير بالتسريبات اللي حصلت أو بالمشكلة اللي حصلت، هو مش يعني هذا مش 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 تفضل من مارك زوكربيرج، هو فرض عليه وعلى أي مؤسسة أمريكية بناء على القانون الأمريكي، إن لما بيحصل أي ليكج أو بيحصل أي تسريبات أو اختراق، لازم السي او بتاع الشركه او الشركه تطلع بيان رسمي وتعتذر وتعترف بالخطا اللي حصل، وتبدا تعمل حاجه بنسميها ديجيتال فرينزكس او فحص جنائي، تشوف ايه جنائي رقمي، بتشوف كيف التسريب ده حصل ومين المتسبب فيه. وهم حاليا فعلا فيسبوك بداوا الاجراءات دي، واكتشفوا مبدئيا ان السبب في التسريبات دي كان ديفلوبر او مطور في فيسبوك اسمه ألكسندر كوغان، ومارك زوكربيرج أشار بالاسم لهذا الشخص يعني، ويعني واعترف ان المشكلة الأساسية حصلت بسبب ان المطور هذا استغل ان هو عنده معلومات وعنده اكسس او عنده ولوج او دخول على المعلومات دي، استغلها وباعها او يعني بشكل او بآخر حصل ان هو وصلها اللي هي طيب، هل ممكن السيطرة على هذا الموضوع؟ يعني موضوع ليس بالسهل انه انعدام الثقة حتى بالمناصب عليا ومن لهم الأحقية بالمحافظة على هكذا معلومات قيمة وتم تسريبها مثل هذا المطور. يعني كيف من الممكن ان تتخذ اجراءات سيد ياسر لعدم تكرار ما حدث؟ ماذا لدى فيسبوك اليوم؟ هو الفيسبوك حسب كلامهم ان هم هيبداوا ياخذوا اجراءات من حيث يعني احنا معظم الشركات بتعمل حاجه اسمها ان دي اي او نون ديسكلوجر اجريمنت او اتفاقيات عدم البوح مع اي موظف داخل، ولكن برضه في الاخر الموظف ممكن تحصل عنده مشكله او كذا وممكن يسرب المعلومات دي. اما فيسبوك دلوقتي ماشيين في اجراءات ان هم ان كل مطور او كل شخص داخل الشركه او كل موظف داخل الشركه هيبقى له يعني دخول جزئي جدا لبعض المعلومات وليس بشكل كامل، يعني مش هيخلوها بشكل كامل، وهيخلوا الدخول حتى نفسه محسوب ويعني ومونيتورد، يعني بيبقى عارفين فلان دخل على المعلومات الفلانيه الساعه كذا للساعه كذا، ولو زادت او حصل اي شك في ميعاد الدخول او في وقت او في مده الدخول هيبداوا ياخذوا اجراءات. انت ليه مثلا قعدت؟ وهذا سهل على الارض تنفيذه، سهل وموجود، السوليوشنز موجوده. انا اشكرك من دبي المختص بامن المعلومات المهندس ياسر علي.